السلام عليكم. هذه اللمبة سميناها لمبة العجائب. اللمبة هذه الطاقة الشمسية يبغى لها في اليوم أقل شيء 6 ساعات إلى 7 ساعات، تعطيك البطارية الداخلية 12 ساعة، أقل شيء 10 ساعات إذا صار شحنك مو مضبوط. اللمبة هذه LED. LED هذا طبعا، وفي هذا حق التماثيك والاستشعار، إذا طفأت الأنوار يشتغل تماثيك، إذا طلع النور يفصل على طول تماتيك، وإذا صار ما عندها أي حركة تالع النص بس تعطيك لمبة الاستشعار. ها الآن عطتك لمبة الاستشعار، الحين كبست عالي، الحين كبست، هذه نورها وإضاءتها الواحدة أعتقد، والله أعلم ما جربتها يعني 100%، يعني أنا مركبها في الحوش، ولكنها تقارن بالنجفة أو أقوى من النجفة، يعني ممكن ما تجي أضعف من النجفة إطلاقاً، يعني بكمية في المية ما جربت، بس تقريبا تعطيك إلى 7 متر صافي، وإذا صار ما عندها أي حركة في الوقت مظلم تالع نص بس. بنشوف الحين، ها ولعت نص، طف النور الحين، ها ولعت كامل. بالطريقة هذه تصير وفرت على نفسك لمبة وكهرب وبطارية وشمس، ولا عندك أي شيء، تركبها في أي مكان وتصلح للبيوت، استراحات، مخيمات، مزارع، أي شيء، ومتوفرة لدينا بأعداد كبيرة، وفي منها ألوان وفي منها أحجام وفي منها أشكال.